قال مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي أن الإدارة تتعاون مع الإدارة العامة لتدريب وزارة الداخلية، وذلك لإقامة دورات تدريبية لتحسين أداء المنتسبين الجدد للبحث الجنائي. وبحسب مراسلنا فإن الدورات التدريبية تتضمن القيافة العسكرية واحترام الأوامر الصادرة من الأعلى رتبة في الجهات الأمنية، بالإضافة للآلية والالتزام بالعمل الأمني لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد من خلال استهداف 100 عضو في كل دورة تدريبية تحت إشراف نخبة من السلك القضائي والأمني في ليبيا. أعطينا تعليمات بتوقيع العقوبة على كل شخص يتخلف عن الحضور لهذه مثل هذه المحاضرات. هم أشخاص هم أعضاء جدد ويجب أن يصقلوا صقلا جيدا حتى يستطيعوا التعامل جيدا مع الناس في المرحلة المهنية التي في انتظارهم مستقبل. نحن درناها دورة مكثفة ومضغوطة يعني حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع، ولكن حتكون مستمرة لجميع الأعضاء. استهدفت حوالي 100 عضو في كل دورة، قوة الإدارة العامة حوالي 1500 عضو. حنستهدف كل شهر أو شهر ونص حوالي 100 إلى 150 عضو، حتى هناك وكلاء نيابة وقضاء حيقوموا بإعطاء محاضرات مكثفة للأعضاء. أيضا في ضباط رتب كبيرة حتحضر لإعطاء محاضرات فيما يتعلق بالمجال الأمني داخل هذه المؤسسة. نقول إن شاء الله بعون الله حتكون دورة مثمرة ودورة يستفيد منها جميع الأعضاء. هناك أعضاء جدد ليس لديهم خلفية في التعامل مع هذه المجال الأمني.